معانا الاستاذ محمود بطل فيديو المنصوره. هلا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. وضعك ايه دلوقتي؟ ايه الاخبار؟ هل تم عقابك؟ في اي حد كلمك؟ حد سالك عن اي حاجه؟ هو المفروض ان انا رايح مجلس تاديب بكره في الجامعه عندي الساعه 10 الصبح. مجلس تاديب؟ هل انت في جامعه ايه؟ انا في كليه حقوق جامعه المنصوره. كليه حقوق جامعه المنصوره؟ جامعه المنصوره. طيب وهل يعني ممكن تشرح لي ايه ملابسات الفيديو ده؟ يعني انتوا كنتوا متفقين ان حد يصوركوا ولا ده حد صوركوا بالصدفه؟ ايه اكيد لا الحكايه؟ طبعا ما كناش متفقين على ان حد يصور، واصلا انا مش عارف لحد دلوقتي مين اللي صور ومين اللي رفع الفيديو. انت ما تعرفش؟ لا ما اعرفش. طب هل انتوا مخطوبين؟ هتتخطبوا؟ عائلاتكم تعرف او كده؟ العائلات تعرف اه، والمفروض ان انا المفروض ان انا اخطبها، بس طبعا بعد ما كل اللي حصل دوت حصلت مشاكل كبيره وما بيننا وما بين اهلها، واهلها رافضين الموضوع تماما. طب انت مش شايف يا محمود ان التصرف ده خارج عن اللياقه بتاعه الجامعه والحرم الجامعي؟ هو فعلا خارج، وانا عارف ان انا غلطان، بس انا ما كانش قصدي الموضوع يوصل للدرجه دي، وما كنتش اعرف ان في حد بيصور اصلا. لا هو من غير تصوير يعني، هو انت لو عارف ان في حد بيصور هتعمل حاجه، ومش عارف ان حد بيصور هتعمل حاجه تانية. المفروض في يعني قواعد للحرم الجامعي يعني. فعلا، بس انا يعني بحكم ان الواحد في سنه اولى ما يعرفش حاجه عن الجامعه. انت لسه في سنه اولى ما تعرفش حاجه عن الجامعه؟ لا طب هم بلغوك ان انت عندك تاديب بكره؟ ايوه، انا هو الاول طلبوني للتحقيق، وبعد كده حولوني لمجلس تاديب. اتحقق معاك فعلا؟ اه. والتحقيق ده خد وقت قد ايه؟ تقريبا ساعة. مين اللي حقق معاك؟ دكتور اللي هو الشؤون القانونية في الكلية عندي. طب انت لو عايز تقول حاجة للمجتمع المصري، عايز تقول حاجة للمسؤولين، تقول لهم ايه؟ هو بأمانة احنا بنحب جدا الفضايح. ايوه بس انت كمان غلطان يا محمود. انا عارف ان انا غلطان، بس انتوا ليه وصلتوها ان انا اتفصل وهي تتفصل من الجامعه، وانا اروح مجلس تاديب ويحصل المشاكل دي كلها؟ طب انت عرفت ازاي ان الفيديو اتحط؟ الناس بتكلمني، في ناس من اصحابي كلموني. بعد قد ايه من الحضن؟ نفس اليوم بالليل. ايه؟ نفس اليوم بالليل. يا نفس اليوم بالليل كان الفيديو مكسر الدنيا. اه. الفيديو ده فين؟ في انهي حته؟ حتت كتيرة، اليوم السابع، الجزيرة. لا 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 لا، يعني متصور فين؟ ده في جامعة المنصورة؟ في جامعة المنصورة. دي مش في جامعة الأزهر يعني؟ لا، في جامعة المنصورة. طب وهي إيه جامعة المنصورة وهي في جامعة الأزهر؟ هو كانت أول مرة تدخل أصلا مع الكلية ديت، أنا كنت يعني عدتها، المفروض إنها عدت يعني عادي من على البوابة، محدش سألها أنت رايحة فين. دي دخلت الجامعة وهي ما معاش كارنيه بتاعها. لا هي دخلت عادي. طيب ودخلت وبعدين؟ مفيش، قعدنا في الجامعة عادي وبعد كده كنت مجهز يعني، الموضوع كان ما كانش أصلا مترتب له، وهي جت كده. أنت جت في دماغك إنك تنزل على ركبك وتتقدم لها؟ هي طب أنت ما بتكلمهاش من بعد الواقعة، هي حالتها عاملة إيه؟ بتفكر في إيه؟ بتقول إيه؟ ما أعرفش أي حاجة عنها. خلاص كده علاقتكم اتقطعت؟ هي ما اتقطعتش، انا مش لدرجه ان هي اتقطعت، بس الفتره ديت انا مش عارف اتكلم معاها ولا عارف اتكلم مع اهلها. لا ما هو طبعا اهلها يا ابني، هو احنا فين يا ابني؟ احنا في بلد برضه محافظه، يعني ايه تتكلم مع اهلها؟ يعني اهلها هيجيبوا لك بنبوني اما انت وبنتها تطلعوا في صوره قدام العالم كله وحاضنها، هيقولوا لك مبروك يا ابني؟ أكيد لا طبعا يعني، بس أنا بتكلم يعني عايز أتكلم أهلها عشان أخطبها، أهلها أصلا رافضين يتكلموا معايا. ما هو عندهم حق يا ابني، يعني هيبقوا مبسوطين ازاي يعني؟ طيب أنت ناوي تعمل إيه دلوقتي؟ والله لسه بكرة أشوف إيه اللي هيحصل أصلا في الجامعة عندي، أنا معرفش هما واخدين القرار من ناحية إيه، بس بالنسبة لها هي أنا هفضل أحاول لحد ما أتجوزها برضه. انت بتشتغل في حاجه؟ هتتجوزها ازاي؟ ايوه بشتغل بتشتغل فين؟ بشتغل في
بشتغل هنا في محل اسمه نابولي. يعني بياع يعني؟ اه بياع. مع الدراسة؟ مع الدراسة. اه وانت بتدرس ايه؟ حقوق مش كده؟ حقوق. اه طب ده انت المفروض بتدرس قانون يا ابني، انت عارف دي عقوبتها، ده فعل فاضح في القانون. خدتها دي في القانون ولا لا؟ لا لسه. عشان كده. طيب ابوك قال لك ايه وامك قالت لك ايه؟ انا والدي متوفي ومامتي ربت منزل، وما ردت على مامتي انها ما بتكلمنيش لحد دلوقتي. عندها حق. طيب يعني ارجو انه الناس، انتوا غلطتوا غلط كبير وما خدتوش بالكم من قواعد وانتوا معترفين بهذا الخطا. ارجو انه الناس اللي بتتعاملكم الدكاتره والاساتذه والمربين المفضلين ان هم يقدروا يشوفوا لكم عقاب غير ان هم يطلعوكم من الجامعه. يعني انت لو طلعت من الجامعه بكره خلاص حياتك خلصت يعني. شكرا محمود.